أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات التجارية مع الصين لا تزال قائمة رغم تفعيل الرسوم الجمركية على السلع بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان جلسة مباحثات خلال الشهر الجاري. كانت الولايات المتحدة بدأت في الأول من سبتمبر تطبيق رسوم جمركية على بعض السلع الصينية بقيمة 112 مليار دولار، كما ستخضع سلع أخرى لرسوم إضافية بنحو 300 مليار دولار منتصف الشهر الحالي. ومنذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يسعى كل طرف لتعزيز موقفه والخروج بأقل خسائر من هذه الحرب، الأمر الذي دفع بكين إلى استعمال عملاتها كأداة لرسم مسار نهاية خلافها التجاري مع واشنطن. نتابع. منذ موافقة الصين على خفض قيمة عملتها إلى مستوى متدني، أصبح اليوان هو العملة الأكثر جدلا داخل الأسواق العالمية كافة. وفي مطلع شهر أغسطس الماضي تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 7 يوانات للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، وهي الخطوة الأكثر خطورة في مسار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وبعد مرور فترة ليست بالطويلة من الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين حول العالم، لجأت الصين إلى استعمال عملتها كأداة هامة في الصراعات القائمة، حيث سجل اليوان نهاية تعاملات الشهر الماضي أسوأ أداء له منذ يناير من عام 1994، وذلك عقب تبني بكين نظام سعر صرف حديث، ما أفقد العملة نحو 4% من قيمتها مقابل الدولار. ومع استمرار البنك المركزي الصيني في تحديد قيمة العملة عند مستوى متدني، تراجعت قيمة اليوان داخل الصين لمدة 10 جلسات على التوالي حتى نهاية تعاملات أغسطس الماضي، وهي أطول موجة خسائر يومية منذ شهر ديسمبر لعام 2015. وعلى صعيد التعاملات الخارجية، تراجع اليوان إلى أضعف مستوياته منذ بدء تداوله عالميا. ومع استمرار تصاعد حدة الخلافات التجارية مع واشنطن، يواصل البنك المركزي الصيني تحديد السعر المرجعي للعملة عند مستوى هو الأدنى في نحو 11 عاما ونصف العام. مشاهدينا، وللمزيد عن هذا الملف المتشابك والمتصاعد يوما بيوم، يشرفني في الاستوديو الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا وسهلا يا دكتور. بداية نحب نفهم من حضرتك التصاعد في اتخاذ إجراءات الرسوم الجمركية، خلينا نفهمه مع حضرتك، وكيف تقوم كل دولة باستخدام هذا الموضوع أو هذه الأداة للضغط على الدولة الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنتكلم على موضوع شائك ومهم جدا في الفترة الأخيرة، الحرب التجارية بين أمريكا وبين الصين. بداية قبل يعني منخوض في الأرقام ونتحدث عن الحرب التجارية وفرض الضرائب الجمركية بين الطرفين، بس أنا كنت عايز أوضح وأقول حجم كل منهما اقتصاديا على مستوى العالم ووزنه. الولايات المتحدة حجم اقتصادها 20 تريليون دولار، الاقتصاد رقم واحد عالميا، يليه الصين
بحجم 14 تريليون دولار، الاقتصاد رقم 2 عالميا، من حجم الاقتصاد العالمي تقريبا ما يقرب من 85 او 84 تريليون دولار. اذا فهم الاثنين مجتمعين يمثلون 43% تقريبا من حجم الاقتصاد العالمي، وبالتالي فاي مشاكل بينهم او اي فرض عقوبات تجاريه واقتصاديه ليها بالغ الاثر السيء على باقي دول العالم. لو جينا ايضا نظرنا لحجم تجارتهم مع العالم ثم نتطرق لحجم تجارتهم مع بعض، هنلاقي ان حجم تجارة او حجم صادرات الصين مع العالم، الصين اكبر مصدر في العالم، بتصدر تقريبا ب 2300 مليار، والثاني اكبر مستورد من العالم، بتستورد ب 1900 مليار، في حين ان الولايات المتحدة 1900 مليار تستورد، في حين ان الولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم، بتستورد ب 2500 مليار، والثاني اكبر مصدر بتصدر بتقريبا ب 1500 مليار. ومعنى الكلام ده هنلاقي ان الصين عندها فائض تجاري 400 مليار دولار، أما الولايات المتحدة عندها عجز تجاري مليار دولار تقريبا. لو جينا نظرنا وتطرقنا لحجم تجارتهم مع بعض، هنلاقي أنه وفقا لبيانات 2018 وآخر بيانات نزلها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، هنلاقي أنه هو وفقا للبيانات أن الصين بتصدر للولايات المتحدة تقريبا ب 450 مليار دولار، في حين أن الولايات المتحدة بتصدر للصين ب 130 مليار دولار. يبقى احنا بنتكلم عن عجز تجاري لصالح الصين ضد الولايات المتحدة ما يقرب من 300 وخمسين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلث عجز الولايات المتحدة مع العالم كله. يبقى إذن الثلث لجانب الصين، وده سبب أرق للجانب الأمريكي بشكل كبير جدا، وكان بيحاول يقلله لكن كل سنة هذا العجز بيزيد، وده يدل على مدى تنافسية الاقتصاد الصيني ومدى قدرته أنه يدخل الأسواق الأمريكية نتيجة يعني جودة السلع اللي بتتصدر. على فكرة السلع اللي بتتصدر الولايات المتحدة أوروبا دي درجة أولى من السلع غير اللي بتيجي المنطقة العربية، وبالتالي فيها جودتها مرتفعة وأسعارها متنافسة. هي الصين دايما بتصنع يعني معايير مختلفة طبقا للسوق الذي تذهب إليه، وبالتالي طبعا منتجاتها في الولايات المتحدة وأوروبا أفخر المنتجات بتكون مصنعة في الصين، لأنه هذا ما يتطلبه السوق هناك. بالفعل هم عندهم خبرة كويسة في الأسواق، وقدروا يعرفوا السوق الأمريكي عايز إيه، وبالتالي صدرت لهم سلعة. ابتدت الولايات المتحدة في بداية 2018 إن هي، إحنا قلنا إن صادرات الصين للولايات المتحدة 450 مليار دولار تقريبا، ابتدت يعني تلك المبالغ بالدولار محدد قصادها ايه نوع السلع، فابتدت تحدد سلع معينه، ابتدت بالالواح الشمسيه المصنعه، ثم الحديد والصلب، ثم الاجهزه المنزليه، ثم المنتجات الجلديه والشنط والحقائب والى اخره. ابتدت الولايات المتحده تفرض عليهم رسوم جمركيه، يعني هي بتتقال 34 مليار ثم 16 مليار ثم 200 مليار، هي فرضت على ما يقرب من لحد الشهر اللي احنا فيه تقريبا على 300 مليار من ال 450 مليار صادرات جمارك من نسبه 10% لـ25% على تنوع السلع. ايضا الصين ردت بفرض رسوم جمركيه مماثله ولكن مش بنفس القوه ومش طيب. ليه الاختلاف؟ ده السؤال اللي دايما يعني بنطرحه، ليه الصين متحفظه في الرسوم الجمركية اللي بتفرضها؟ يعني الصين مش عايزة تبقى فعل، هي بتبقى رد فعل. ثانيا الصين متحفظة في تصرفاتها لأنها بتحاول تمتص الصدمة الأمريكية. تاني احنا بنتكلم على الحرب التجارية بين الطرفين، يعني احنا ما فيهاش كاسب وخاسر، احنا نقدر نقول عليها حرب تكسير العظام، هم الطرفين خسرانين، ولكن مين هل هيبقى الخاسر الأكبر والخاسر الأصغر في تلك الحرب؟ يعني البعض يتصور ان يعني ممكن فيهم دولة تنهي التانية اقتصاديا، الكلام ده طبعا يعني مبالغ فيه، لان هما الاثنين محتاجين لبعض، هما الاثنين اكبر الشركاء التجاريين لبعض. الصين الولايات المتحدة بالنسبة للصين مهمة جدا جدا، والعكس صحيح ايضا، الصين بالنسبة للولايات المتحدة مهمة جدا. يعني احنا قلنا شفنا حجم التجارة بينهم، الصين بتصدر منفردة للولايات المتحدة ب 450 مليار، فاذا الولايات المتحدة مهمة للصين لانها سوق كبير وعملاق بيستوعب منتجات صينية بقيمة 450 مليار. ايضا الصين مهمة للولايات المتحدة انها بتديني سلع ومنتجات انا صعب الاقي لها بديل، انا لو عايز اجيب السلع، لان السلع اللي انا بستوردها كامريكا من الصين انا بحتاجها عندي في السوق المحلي وعليها طلب وبيتم استهلاكها وشرائها، وبالتالي انا لو منحت السلع دي هيتضرر المستهلك الامريكي وهتتضرر ايضا الصناعه الامريكيه، وبالتالي فهي بالنسبه لي هما الاثنين شركاء اقتصاديين وتجاريين مهم جدا. على الجانب الاخر ايضا الصين بالنسبه لها الولايات المتحده هو شريك مهم. الصين ليس فقط اكبر دائن للولايات
الولايات المتحدة من حيث السندات الحكومية تريليون و200 مليار، وأيضا هي بتستورد وبتصدر من الجانب الأمريكي. الاقتصاد الصيني بيعتمد على التصدير، يعني هو اقتصاد قائم على التصدير او معدل النمو مرتبط بالتصدير، وبالتالي فيها لو انخفضت صادراتها للولايات المتحدة معدل النمو الصيني هيتأثر بشكل كبير. هو الولايات المتحدة وامريكا بتسعى ان هي تخفض معدل النمو الصيني، معدل النمو الصيني ضعف الامريكي تقريبا 3 مرات، فلو مشوا على هذا الاطار هنلاقي ان ممكن الصين تتجاوز الاقتصاد الامريكي على سنة 2030. احنا لو شفنا معدل نمو الاقتصاد الصيني كان مثلا في سنة 95 كان السابع عالميا، في سنة 2005 كان الخامس، وأصبحنا في 2018 و19 و17 الثاني عالميا، يعني يقترب بشدة من الاقتصاد الأمريكي. ده لو احنا قسنا حجم الاقتصاد الصيني وفقا للأسعار الجارية للدولار الأمريكي، في حين احنا لو قسناه بالقوة الشرائية المحلية هنلاقيه ان الاقتصاد الصيني يتجاوز الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي فإن الولايات المتحدة بتحاول بشتى الطرق ان هي تقلل معدل نمو الاقتصاد الصيني حتى لا يتجاوزها خلال 10 سنين كما هو متوقع. ممتاز. لنأخذ وجهة النظر من أمريكا. ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من نيويورك الدكتور مهدي عفيفي، محلل الاقتصاد السياسي. دكتور مهدي مساء الخير، ومساء الخير بتوقيتنا طبعا. خليني أسأل حضرتك عن آخر الانعكاسات على قطاع الشركات وخاصة قطاع شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة من هذه الحرب الجارية بين الولايات المتحدة والصين. أولا تحية إليك وإلى ضيوفك الكرام. الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأت هذه الحرب، بالمناسبة هذه ليست حرب جديدة، بالأمس كان لنا لقاء مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق للصين، وذكر في 2014 كانت هناك حرب، ولكن في هذه الفترة الولايات المتحدة الأمريكية اتحدت مع أوروبا وبعض الدول الأخرى، عندما كانت الصين ترفض دخول أي أجهزة بنكية أو معاملات بنكية للسوق الصيني غير الصينية، واضطرت الصين أن ترضخ. الفرق الكبير الذي لابد أن نذكره الآن أن أسلوب وتعامل الرئيس ترامب هو الذي يختلف بشكل كبير، أيضا احتياجه للصوت الأمريكي للانتخابات هو الذي غير طريقة التعامل مع الصين. إضافة أن نحن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية نعلم جيدا أن الصين الاقتصاد الصيني سيتخطى الاقتصاد الأمريكي، ولا توجد أي وسيلة سواء كانت يعني وسيلة ضغط أو وسيلة فرض رسوم أو غيرها تقلل من هذا الاقتصاد. ما يحدث الآن في الشركات الأمريكية هو مجموعة من الأشياء. الشركات الأمريكية بدأت بالفعل، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا، بدأت بالفعل نقل بعض تصنيعها، لأن الاقتصاد الصيني والأمريكي معقد، لأن شركات أمريكية هي التي تستثمر في الصين، وليس فقط أن الصين تصدر الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه الشركات، وقد رأينا في تويتر من أيام من الرئيس الأمريكي يطلب من الشركات الأمريكية الخروج من الصين، بدأت بعض هذه الشركات تعيد هيكلة منظومتها وتعمل في البلدان القريبة من الصين مثل فيتنام، ماليزيا، البلدان التي ممكن أن تعمل، أو حتى الهند. المشكلة الآن التي تقابل هذه الشركات هي طريقة تنظيم هذا التصدير من تلك الدول، ليس فقط إيجاد مصانع، ولكن لابد أن يكون هناك موانئ، لابد أن يكون هناك يعني قطارات لنقل أو شاحنات لهذا النقل، لابد أن يكون هناك منظومة كاملة. هذا الذي يؤخر هذا الموضوع. أما بالنسبة لمسألة التأثير المباشر، فأكبر شركة متأثرة الآن هي أبل، شركة صحيح. إنتاج الهواتف المميزة، وكما ذكرتي أنت الإنتاج الأمريكي داخل الصين لا يماثل، وإلا لم كنا نرى هذه النوعية من الإنتاج. أبل لديها إنتاج داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها أجزاء تستوردها من كوريا ومن مناطق ومن ماليزيا، هي التي ستتأثر بشكل كبير. ولكن ما نراه وما نسمعه الآن أن هذه الحرب لها ثلاث يعني أوجه. أولا الوجه هو حفظ الحقوق الفكرية، وهي أهم النقاط التي كانت دائما يعني تترك في هذه النقاشات. الإدارة الأمريكية
مصممة على إيجاد قوانين تحفظ الحقوق الفكرية، لأن احنا كما نعلم ميزة الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تبدع وتنتج. الصين تأخذ هذا الإبداع والإنتاج وتنتجه بشكل أرخص. فدي رقم واحد. الرقم اثنين هي الفارق بين الأسعار أو التي تطرحها الأسواق الصينية داخل الصين وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الصين لها أسعار خاصة تطرحها بالمنتجات الأمريكية المصنعة والتي يتم تغييرها داخل الصين بسعر مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى عن المنطقة الأسيوية. المسألة الثالثة مسألة التلاعب في العملة الصينية. الصين تحاول بقدر الإمكان تخفيض قيمة العملة الخاصة بها مما يؤدي إلى زيادة تصديرها. دكتور مهدي، سؤال أخير، ما توقعاتك بالنسبة لل زيارات والمباحثات ما بين الطرفين؟ طبعا كل فترة نسمع عن وجود فرق من الجانبين تتواصل بخصوص هذا الصراع، وشهر سبتمبر من المفترض أن يشهد محادثات فاصلة. أنا متوقع أن هناك جزء سياسي في هذا الموضوع. كما نعلم أن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية تؤشر مباشرة على السوق، على الستاك ماركت، على سوق المال. أعتقد نظرا لاقترابنا من مرحلة الانتخابات، أعتقد أن الرئيس الأمريكي يحاول استغلال هذه النقطة، خاصة مع المزارعين مثلا الذين تأثروا بشكل كبير وتم دعمهم ولكن إلى الآن متأثرين من تصدير الحاصلات الزراعية إلى الصين. سيتم استخدام هذه النقطة وتأجيلها لمحاولة الحصول على يعني تسهيلات من الصين، ثم في مرحلة في العام القادم في خلال 6 لـ 9 شهور سيتم تغيير هذه المنظومة والاتفاق مع الصين، وبهذا يرتفع سوق المال يعني ويكون في الشكل العام انتصار للرئيس الأمريكي، والذي بهذه يعني في هذه الأثناء لن يكون هناك أي منافس يستطيع أن يقوم يعني بأي دور مثله، خاصة أن هناك في تراجع في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي واحتمالات وجود يعني انتكاسة في خلال سنة لسنتين. دكتور مهدي عفيفي، محلل الاقتصاد السياسي، أشكرك جزيلا على مشاركتنا مباشرة من نيويورك. عودة من جديد لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور كريم العمدة. طبعا دكتور كريم، حضرتك نبهتنا لأرقام مهمة جدا فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني واقتصاد الولايات المتحدة. يعني لنواصل بالنقطة الأخيرة، المباحثات اللي بنسمع عنها كل فترة وابتدت وتيرتها تتسارع مؤخرا بين الصين والولايات المتحدة، هل برأيك ستفضي إلى أي جديد؟ هو ترامب يسعى في النهاية إلى التفاوض، هو عايز التفاوض، عايز يحقق مكاسب، عايز يزود صادراته بقدر المستطاع إلى الجانب الصيني ويقلل العجز التجاري. بيسعى أيضا لعدد آخر من المكاسب، إن هو يعني يزود حجم الاقتصاد الأمريكي يعني، وأيضا يعني هو سياسة القطب الأوحد اللي بتتبعه الولايات المتحدة يمكن في الفترة الأخيرة أيضا يعني أصبح غير مقبول بيه، لأنك أنت في السنين السابقة ما كانش في قوة اقتصادية تقدر تضاهي وتجاري الولايات المتحدة، ولكن احنا في الوضع الحالي الصين هي لديها القدرة ايضا، الصين يعني امكانيات ضخمة وعملاقة، احتياطي نقدي يتجاوز 3 تريليون، مصنع العالم، اكبر مصنع للمنتجات والسلع. الولايات المتحدة لديها نقط تتفوق فيها لانها اكبر مصدر للخدمات في العالم ب 850 مليار دولار، في حين ان الصين رقم 5 عالميا. فاذا الولايات المتحدة عندها نقط تتفوق عليها على الجانب الصيني، ولكن هو في النهاية يسعى ترامب الى التفاوض ليحقق اكبر قدر ممكن من المكاسب، ان هو يرى ويتصور ان هو اذا استمر في هذا الوضع فهو الوضع ده هيخلي ان الجانب الصيني متفوق عليه على امتداد الزمن، ويمكن عند نقطة معينة ولأول مرة منذ 150 سنة الاقتصاد الصيني يتفوق على الاقتصاد الامريكي ويبقى رقم واحد عالميا على 2030 لو استمر بهذه الطريقة وبهذا المنوال، وده معناه تغيير خريطة التكتلات الاقتصادية العالمية وظهور قوة جديدة تبتدي تظهر وضعف الدولار يعني كأقوى عملة في العالم وظهور اليوان الصيني كعملة جديدة، يعني ترتب عليه نقط جديدة جدا في الاقتصاد العالمي. طيب دكتور كريم، سؤالي الأخير، حضرتك أشرت في بداية لقائنا أنه الصين والولايات المتحدة بيتحكموا في أكثر من 42% من الاقتصاد العالمي،
احنا في بلادنا ازاي ممكن نتجاوز التأثيرات نتاج هذه الصراعات؟ هو طبعا الحرب التجارية بين قطبي العالم اكيد ليه اثار سلبية، وانت ممكن تستفيد ويبقى عندك حاجات إيجابية. أكيد الحاجات الإيجابية اللي أنت ممكن تستفيدها مش هتحصل وأنا قاعد ما بعملش حاجة. أنت تشتغل على نقط معينة. اولا يعني هم بيستوردوا من بعض سلع زراعيه كتير منذ الازمه دي، صادرات البرتقال مثلا المصري للصين زادت بشكل كبير كبديل للامريكي، فانت ممكن تستغل بعض الثغرات في منهم هما الاثنين وتبتدي تزود صادراتك للطرف ده او للطرف ده. ده جزء. ايضا اذا كانت الصين خرج الولايات المتحده خرجت مع عدد كبير من الاتفاقيات التجاريه مع دول العالم، لكن في اتفاقياتها عقدها مع مصر ومع الدول الافريقيه زي نظام الكويز او اتفاقيه الكويز ونظام المعامل للتفضيلات دي مش هتقدر تخرج منه، فبالتالي انت ممكن تفتح المجال وتعمل عمليه ترويج للاستثمارات المهيئه للتصدير او المناطق الصناعيه المهيئه للتصدير وتقدر تصدر للولايات المتحده. والصين يعني كان جايه مستثمره بقوه، يعني هي كانت استثمرت في مدينه السادات وعملت مدينه صناعيه للملابس والمنسوجات، فانت تقدر تصدر الملابس والمنسوجات للولايات المتحده بعيد عن الرسوم الجمركيه. ايضا انت ممكن تشجع ايضا الصناعات الالكترونيه، السلع الزراعيه، كل ده انت ممكن تصدره للولايات المتحده وتستفيد من اتفاقيات اللي مصر عقدها مع الولايات المتحده اللي بعيده كل البعد عن الحروب التجاريه، لكن ده محتاج ترويج اكتر للاستثمار المصري. ايضا انت ممكن تزود صادراتك للصين في اطار مبادره الحزام الطريق، طبعا لان تعهد الرئيس الصيني في منتدى الصين افريقيا اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بضعه شهور ان هياخد من الدول اللي على مبادره الحزام والطريق 2 تريليون دولار واردات منهم للصين، وبالتالي فان مصر قدامها الفرصه انها ايضا تصدر للصين في اطار تلك الاتفاقيات وفي اطار تلك المبادرات. دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي، اشكرك جزيلا على اضاءه هذه النقاط لنا في هذا الملف المهم والمتواصل، شكرا جزيلا. اشكر حضرتك. مشاهدينا الكرام نتوقف الان مع فاصل قصير، سيكون لنا بعده وقفه مع اداء البورصه المصريه، كونوا دائما معنا. We'll be right back.